جمبري وصبيت، مش كلاماري ها، اوكي صبيت. ايه الفرق يعني؟ الفرق الصبيت هتلاقوه من تحت عريض اوكي ولحمه تخين، هذا هو الصبيت وكله سيبيا. anyway ومعانا حته قشر بياض محترمه اوكي وكابوريتات. هنا بقى ممكن يعني انصحكم يعني نصيحه لله نستعمل ال 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 الكابوريا الذكر مش النتايه. ليه؟ عشان لحمها كتير ومش مش مش عامل انا كابوريا لوحدها فهقزقز وعايز بطارخ اوكي. ومعايا بلح بحر، جندفلي يشتغل يشتغل. بالنسبه للخضار بقى جزر، طماطم، بصل، ثوم، فلفل حامي، فلفل حلو، ومعايا كزبره خضراء، معايا كاري معجون احمر، معايا هيل مدقوق، وزبد. الله حلو قوي، وجدنجبيل. طيب يلا بينا بقى نشتغل، يلا ضيعنا وقت. نعمل كده، ناخد الاول هذا و بصوا بقى انا مش هعمله لا جوانح ولا جوليان، انا هقطعه كبير كبير اوكي كده. وهو بقى في ايه؟ في النار هيفك. تمام تمام. وشويه الطومات برضو مش هعملها رفيع نونه نونه، يعني مثلا كل طوميه كده مثلا اتنين، الكبيره قوي دي لا ممكن اعملها على تلاته اربعه او اكثر. راح فين؟ تعالي لا مفر. اوكي تمام. طبعا شويه الخضروات الحلوه دي حتى الاول البصل والثوم ها هنديله تحميره مع ايه؟ الكاري. هنعمل كده، سخن الحدوته دي، وده بقى الوك مناسب مناسب جدا للحدوته دي اوكي. وشويه زيت، ويستحسن انا هقول لكم يستحسن وانتم حرين اعملوا تعزينه، يستحسن زيت سمسم او زيت شو اسمه جوز هند، لكن اذا لم يكن ولم يتوفر ولم يكون يبقى زيت نباتي. وشويه مش بطالين قوي يعني اوكي. والزبده دي خليها ايه في الاخر. تمام طيب هكذا. دول هيتحطوا مع ده بس لما الزيت يحمى، وقبل ما الزيت يحمى ابضل ايه اظبط شغلي. نعمل كده زنبط زنبط. خلوا بالكم انا بقطع بدون ما اخد الممبرين اللي هو ايه الابيض اوكي. يلا بالسلامه. وبرده مش صغنونه كده اهو اوكي كده اهو. طبعا الزيت ان شاء الله دلوقتي يكون قال مقالته. قلت مقالتك؟ قال مقالته. طب هنعمل كده بقى. بصوا بقى ناخد كل حاجه جنبي عشان ايه الدنيا تبقى سريعه. يلا بينا. الاول ده زي ما هو كده اوكي. وبما ان الحبهان وال الله على الريحه، وبما ان الحبهان والشو اسمه هو اسمه ايه ده هيل اللي هو الحبهان والزنجبيل مش فراش، فمش هحطه دلوقتي، هحطه كده. بصوا ما احطوش في زيت سخن قوي لحسن هيتحرق. فهعمل كده. خلي بالك اوعى تحرق الدنيا، ده حساس جدا الطبق ده حساس، وعايز تعمل والواحد فايق له اوكي. خلاص يلا بينا بقى هنحط بسرعه بسرعه كده شويه هيل نونه لايك كده اكيد، وشويه زنجبيل. ارفع اقلب نونه اول ما تطلع ريحه وخلاص كده، ما سيبوش استنى عليه بقى لما يتحرق. يلا خلاص الله واو ريحته حلوه قوي. يلا انزل باب ده اللي هو ايه المعجون الكاري
الاحمر. اوكي كده اهو، ونقلب. ارفع النار بقى وقلب. استعملوش البودره في الحدوته دي يعني، ما لا افضل البودره في القصه دي، ملهاش نفس الطعم. طبعا الكاري المعجون بيمص الزيت الى حد ما، وبعدين يرجع ايه يطرده تاني لما يخش كده يتحمر. اوكي يقوم طرده تاني شويه. فاحنا معاه بقى زيدي زيدي، الله عليك، الله حلو. خلاص الريحه طلعت اللي هي عملت ايه كده. نحط بقى شويه من ده هكذا، الفلفلات والكزبرات. ونقلب. خدين بالكم من الترتيبه عشان الحاجات دي عايزه تطلع ريحتها. اوكي فيها ايه؟ عشان فيها زيوت طياره. اوكي فنحطها كده قبل الميه والكلام ده عشان تطلع ايه الزيوت بتاعتها، تمام، وريحتها ايه تبقى نفاذه. جميل كده، جميل كده. شويه بقى كده مع بعضنا، اوعى. وبعدين احط بقى ايه الطماطم والحدوته دي اللي هي فيها ميه. عيش حياتك بقى معايا انت، معايا انت. اوكي هنزيد ده شويه زيت عشان انزل بباقي بالسمك بقى والحدوته دي. فنزيد بضعا من الزيت، نزيد بضعا من الزيت. اوكي طيب شويه حلوين كده. اوبا، ونحط شويه فلفل وشويه ملح، شويه ملح حلوين يا بحري بحري. جميل. يلا هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. نخش الاول بالبلح وبعدين بقى. ايوه ايوه يا بخت اللي هيطلع له قرن الفلفل الحامي ده. كمان انزل. طب خليكي ممكن نستغلك. وبعدين ناخد هذا الكلام. خلاص دول، خلاص دول حبيبي. الجمبريات خليها في الاخر خالص برضو، ايه مش صغنون يعني. معايا اوبا حط بقى الجزرات الاول. يلا اوبا جزرينا. يلا خليك يا زيدي يا زيدي يا زيدي. اوكي يلا برضو ايه تشانكس كده. ومش اي سمك يا جماعه، يعني ده عايز قشر بياض، عايز شعور، وقار، ممكن توينا، الله. عشان عايز سمكايه يعني ماسكه نفسها، مش اوعوا تعملوا باصه وما باصه والكلام من ده. مش عشان سمكايه يعني مش كويسه، لكن ناعمه، فصها ناعم هتتهري. البولتي كذلك فصه ناعم. ديدي يا ديدي
يلا اخر حاجه بقى، اخر حاجه نحطها وبعدين الطماطم. يلا سيدي اوكي، نزيد بقى ايه قالب قالبا، نزيد قالبا من الزبد. حلو كده. واللي علينا نحتاج على فكره شويه زيت، هشوف هنشوف بعد التقليبايه دي. هبص بالحنيه كده عشان الدنيا ما ايه تكسرش منكم، بالحنيه طبعا. الاصل في الموضوع انك تحطوا له يعني شو اسمه لبن جوز هند، تمام. الكاري الهندي يحتاج ايه لبن جوز هند، لكن يعني مش قضيه كبيره يعني. اوبا يا ولد. طب دي بقى انا معلش معلش بقى، طماطم محتاج ايه اخدك. ومعانا كابوريتا تنتان. بصوا بقى انا هشوحهم تشويحه عبيطه في شويه زيت وكمون، عادي جدا مفيش اي مشاكل خالص. تشويحه نونه نونه، مش بسوي تشويحه نونه نونه، اوكي شويه كمون. وبعدين اغرف ده بقى في الطاجن. الله يزيد يزيد. هاي اوكي يلا 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 يلا. انت فين؟ تعال لي. اوكي تعال بقى، تعال 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 تعال. الاول نعمل كده، استنى يا حبيبي سيدي ولا تضايق نفسيتك. وترش رشة كمون، مش كتير قوي بس رشة كمون. والكمون ده طبعا هيروح مع ايه؟ هيخش بقى مع الحدوتة التانية، مفيش مشكلة. يلا واقلب ولا تضايق نفسك. ممكن تعمل ايه بقى يا قمر؟ كده لقيش نفسك بقى حبيبي. ثلاث لسه يعني كده ايه خدنا الصدمة دي، تمام. خليكي بقى ايه على راحتك كده شوية، اتنين تلاتة نزل بقى النار عليك شوية. اوكي يلا ادي الطاجن. وادي سنونة ليمون. عيشي بقى. يلا بس ناخد بقى هذا الكلام الجميل ممكن ونحطه هنا بمنتهى الشجاعة كده. يلا وناخد بقى كابوريتايا كده يمني وكابوريتايا الناحية التانية. كلهم باصين لبعض هكذا، باصين لبعض. يلا اوكي يا ولد خلاص. يلا بقى على الفرن، ولا تغطي ولا تكبس، على الفرن. الكلام ده يتحمر شويتين ثلاثة أربعة كده، يعني بنتكلم في 10 دقايق ونبقى فل اللولة.